بكم مجددا وإلى التفاصيل. حرص خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد مرجان المدير التنفيذي على إهداء نصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة درع وعلم الأهلي أثناء زيارته ظهر اليوم لمقر نادي بالجزيرة. وكان اليماحي قد حرص على زيارة الأهلي اليوم لتوجيه الشكر لمجلس الإدارة بعد اللقاء الودي الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الفجيرة في احتفالات النادي الإماراتي بمرور 50 عاما على تأسيسه. واصطحب الدرندلي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة في جولة تفقدية في مقر النادي بالجزيرة، والتقط الصور التذكارية أمام دولاب بطولات النادي الأهلي. ونتابع في التقرير التالي أبرز ما جاء في هذه الزيارة. أول شيء سعيد تواجد هنا في القاهرة وتحديدا في هذا الصرح الرياضي اللي يرتدي اللون الأحمر، وأتوقع حتى الورد بيكون كله أحمر يعني. فاحنا طبعا أكيد أنا نرحب فيكم في زيارتكم في دولة الإمارات وفي الفجيرة، وفعلا كانت زيارة مثمرة. احنا سعدنا كثير بتواجد الأخوة لاعبي نادي الأهلي والجهاز الفني الموجود والإدارة وكل طبعا الأستاذ حسام والموجودين كانوا، وأيضا حتى الوفد الإعلامي. احنا طبعا نتمنى تكرر هذه الزيارة، ونتمنى أن نكون قدمنا صورة جيدة عن دولة الإمارات. وطبعا أكيد كان تواجد النادي الأهلي كان نجاح الفعالية بتواجد النادي الأهلي. الاحتفالية طبعا أعطيت يعني زخم كثير واهتمام كثير، وتواجد زي ما قلت النادي الأهلي أعطاها نجاح، وفعلا الكل كان مبسوط، والكل حين يسعى أن يقول كرروا هذه المناسبات وكرروا وجود النادي الأهلي في الفجيرة. من أول ما بدينا التنظيم الاحتفالية كان في توجيهات من الشيخ مكتوب بن حمد الشرقي رئيس النادي لتسخير كل إمكانيات لنجاح هذه الاحتفالية ولتوفير كافة الأجواء لنجاح تواجد بعثة النادي الأهلي، ابتداء طبعا من الوصول إلى المغادرة. ويمكن يكون يعني احنا هذا شيء قليل، كنا نتمنى نقدم الاكثر، وكنا نتمنى ان ايضا الوفد او الزمن يكون اكثر من 3-4 ايام. كنا نتمنى ان يكون هناك في جولات ايضا سياحيه وجولات ترفيهيه في اماره الفجيره وفي دوله الامارات، لكن طبعا هذا جزء من توجيهات الشيخ مكتوم ان يحظى بعثه النادي الاهلي المصري بكل ترحيب وبكل توفير كافه الاجواء لنجاح الاحتفاليه. طبعا احنا بنشرفنا وجود السيد ناصر هنا في النادي. احنا كان الحقيقه الناس قاموا معانا باستقبال واقامه وتنقلات على اعلى مستوى هناك، كان الحقيقه حاجه مشرفه جدا تليق بالنادي الاهلي. فاحنا كان اتفقنا ان هم اول زياره ليهم، يبقى اي من اي طرف من النادي نحاول نرد بعض ما يعني قدم لنا هناك في الامارات. فكان السيد ناصر اول المدعوين للنادي، وان شاء الله احنا دعينا الشيخ مكتوم اللي هو يعني رئيس النادي انه يشرفنا، وعدنا بالزياره ان شاء الله. طبعا الناديين لازم يبقى فيه نوع من التواصل، سواء احتفالات رياضيه او احتفالات بيوبيل بقى، يعني هو كان يوبيل الذهبي بتاعهم. احنا لسه كنا بنتكلم على اساس ان احنا يبقى في احتفال مش في كره القدم بس، في كل الالعاب اللي احنا ممكن نتبادل فيها المناسبات دي، وهو وعد بكده. وان شاء الله دايما يعني الحقيقه شعب الامارات احنا بنعتز بيهم ويشرفنا وجودهم في اي وقت. طبعا احنا اولا بنرحب بيه وشرفنا في النادي الاهلي وبنشكرهم على حسن الاستقبال. احنا اول ما جالنا طبعا الطلب اللي احنا نشارك في الاحتفال بالجوبيلي الذهبي، الكابتن الخطيب ما تاخرش، وده دور النادي الاهلي في الوطن العربي وكل الدول العربيه الشقيقه وافريقيا. فطبعا الفرقه فريق كوره بالكامل اشترك، ورغم احنا انت عارف يعني كان في لعيبه دوليين في المنتخب وفي المنتخب الناشئين نفس القصه، بس الفريق كله ما تاخرش اللي هو يروح ويشارك مع دوله الامارات. وانت عارف طبعا دوله الامارات بالنسبه لمصر قبل النادي الاهلي وبالنسبه للنادي الاهلي، فطبعا حاجه كانت استقبال رائع. وبنقول لهم كل سنه وهم طيبين، ونتمنى يبقى في تعاون الفتره اللي جايه زي ما هو السيد ناصر بيتمنى وبيطلب برضه، يبقى في تعاون مش على الكوره بس، على مستوى الالعاب كلها ان شاء الله باذن الله. تعقد لجنة تحديد نظام بطاقة الجماهير بنادي الأهلي أول اجتماعاتها غدا الأحد برئاسة المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة
وعضوية كل منا طارق قنديل والمهندس محمد سراج الدين عضوي المجلس والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي. وتستعرض اللجنة في أول اجتماعاتها نظام الأمثل لإعداد بطاقات الجماهير وكيفية الحجز على الموقع الإلكتروني من خلال دراسة تجارب العالمية في هذا الشأن واختيار الأنسب منها لتطبيقه بما يضمن الحفاظ على سلامة الجماهير. وقال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي إن اللجنة تسعى لاختيار النظام الأفضل لدخول الجماهير وتلافي أي سلبيات قد حدثت في المرحلة السابقة بما يضمن الحفاظ على سلامتهم، وذلك في إطار الحرص على عودة الجماهير باعتبارها جزءا لا يتجزأ من منظومة كرة القدم. وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة القادمة من أجل العمل على الانتهاء من هذا المشروع في أسرع وقت ممكن، وسوف يتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بهذا المشروع فور انتهاء أعمال اللجنة. وإلى أخبار الفريق الأول، شارك حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم في المران الجماعي الذي أقيم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة طنطا يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري العام. واشتكى عاشور من آلام في إصبع القدم بسبب تعرضه لكدمة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الأول في معسكر سويسرا، واكتفى بالمشاركة في التدريبات البدنية أمس قبل أن يؤدي تدريبات منفردة بالجري حول الملعب. وأكد طبيب الأهلي دكتور خالد محمود جاهزية عاشور للمشاركة في المران الجماعي اليوم. قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن شريف إكرامي حارس مرمى الفريق يعود للتدريبات الجماعية في غضون 48 ساعة بعد انتهاء برنامجه التأهيلي الذي يخضع له حاليا. ويعاني إكرامي من إصابة في الحوض إلى جانب آلام في الكاحل، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي وطارق عبد العزيز أخصائي التأهيل. وأكد طبيب الأهلي أن إكرامي قطع مرحلة كبيرة في برنامجه التأهيلي وتمثل نسبيا للشفاء، وأصبح قريبا من العودة للمشاركة الجماعية في التدريبات. يستكمل سعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد تعرضه لإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الأول. ويؤدي اللاعب تدريبات علاجية على أن يخضع لفحص طبي قبل ميران الغد لتحديد موقفه بشكل نهائي من المشاركة في مباراة طنطا التي تقام يوم الاثنين المقبل. واكتفى سعد بأداء تدريبات في الجيم أمس فيما انتظم اللاعبون الدوليون في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب تيتشي بالجزيرة. يصل علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة اليوم السبت بعد انتهاء فترة الراحة الإضافية التي حصل عليها اللاعب بعد انضمامه لمعسكر منتخب تونس الأخير. ويجري اللاعب أشعة على قدمه غدا لعرضها على الجهاز الطبي للأهلي بالإضافة إلى التقرير الطبي الذي يشخص إصابته من قبل طبيب المنتخب التونسي، ويتحدد غدا على ضوء الأشعة والفحص الطبي مدة غياب اللاعب عن التدريبات الجماعية والمباريات مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.
كلف حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي أنيس الشعلالي المعد البدني للفريق بإعداد برنامج بدني خاص لعناصر الفريق من اللاعبين الدوليين. وطلب المدير الفني للأهلي من الشعلالي التركيز مع العناصر الدولية من لاعبي الفريق لإعدادهم بدنيا بشكل دقيق لتفادي أي إصابات قد يتعرض لها أي منهم بسبب إجهاد الفترة الماضية وعدم حصولهم على راحة مثل بقية زملائهم. وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب تتشي بالجزيرة استعدادا لمواجهة طنطا في الدوري. ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته غدا الأحد على أن يدخل بعدها معسكرا مغلقا استعدادا للقاء. ومن المزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة الزميل محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي. محمد أهلا بك، وعايزين نعرف كواليس تدريبات النهاردة. وعلى قلب هذه الكابتن هنا واستعداداته لمباراة المؤجلة بإذن بعد عقد دوليين المنتخب الأولمبي وانتظامهم في التدريبات بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون بالأمس عقب عودتهم يوم الخميس من المعسكرات والمشاركة مع المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الأجندة الدولية الخاصة بالمنتخب استعد لكأس العالم في روسيا 2018. الجميع اليوم شارك في التدريبات باستثناء شريف إكرامي وسعد سمير وحسام عاشور، حيث أدى كل منهما تدريبات هي حسب البرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الطبي من خلال الدكتور خالد محمود، حيث يعاني حسام عاشور من كد في اصبع القدم. طب كل التدريبات وبالتلعب فقط خلال المراحل على ملعب بالجزيره. ايضا سعد سمير بيؤدي التاهيليه داخل صاله الجيم لمقر النادي بالجزيره، وفضل الجهاز في المران اجماعي اليوم حرصا على سلامته خاصه انه يعاني من اجهاد عودته من المملكه مع المنتخب الوطني في المباراه الاخيره في منتخب الوطني. في ايضا بالنسبه لعدد من اللاعبين الاخرين، يمكن الجهاز الفني ايضا كان هناك معدلات للياقه البدنيه والتدريبات البدنيه من خلال دكتور انيس الشعلالي، تم تدريبهم على بدنيه للحفاظ على تدريبات صلاح كانت مع المنتخب الوطني المعسكر الاخير سويسرا. وبالتالي الجهاز الفني بالتنسيق مع دكتور انيس الشعلاني فضل معدل لياقه بدنيه وتدريب بدني خاص لعدد. وإلى متابعة أخبار المنتخب واتحاد الكرة، حيث يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه المقبل لائحة مكافآت المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم بروسيا التي ستنطلق 14 من يونيو المقبل والتي يشارك فيها الفراعنة لأول مرة منذ 28 عاما. وانتهى الجهاز الإداري للمنتخب من وضع لائحة مكافآت اللاعبين والجهاز الفني في المونديال، وتم عرضها على هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة قبل طرحها على المجلس واعتمادها في اجتماعه المقبل. وتضمنت اللائحة الجديدة تحديد 50,000 جنيه لكل لاعب في المنتخب في حالة الفوز في الدور الأول بمونديال روسيا على أوروغواي وروسيا والسعودية، مع مضاعفة هذه المكافأة في حال الفوز في الأدوار التالية حتى المباراة النهائية. وتعتبر هذه اللائحة هي الرسمية التي ستتحملها خزينة اتحاد الكرة بخلاف ما سيتم دفعه من الشركة الراعية للاتحاد الكرة. طلب
طلب الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الموافقة على سفره إلى إسبانيا لقضاء إجازة لمدة 3 أسابيع قبل بدء تحضير لمعسكر الفراعنة الأخير استعدادا لكأس العالم والذي ينطلق يوم 14 من يونيو المقبل في روسيا. واستند كوبر في طلبه لعدم جدوى وجوده في القاهرة خلال هذه الفترة عقب انتهاء معسكر سويسرا، فضلا عن أن المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري لن تكون مهمة بالنسبة له كونه استقر على القائمة النهائية التي سيسافر بها إلى روسيا للمشاركة في المونديال، وليس هناك لديه أي رغبة في تجربة عناصر جديدة في ظل ضيق الوقت. قرر اتحاد كرة القدم المصري برئاسة هاني أبو ريدة فتح ملف التصويت للبلد المستضيف لمونديال 2026 في الاجتماع المقبل للمجلس المقرر خلال الأيام المقبلة. واقترب اتحاد الكرة من الاستقرار على التصويت للمغرب بصفته البلد العربي الوحيد المرشح لاستضافة المونديال. وتنافس المغرب في ملف استضافة كأس العالم الولايات المتحدة الأمريكية بالاشتراك مع كندا والمكسيك. ومن المقرر أن يحسم فيفا قراره النهائي بالبلد المستضيف في الاجتماع الذي سيعقد على هامش كأس العالم الصيف المقبل. اعتذر الحكم الدولي جهاد جريشا عن عدم إدارة مباراة ماونتن أوف فاير النيجيري مع ديغوليبا المالي في بطولة الكونفدرالية والمقررة في 7 أبريل المقبل بسبب معسكر الإعداد لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018. ومن المقرر أن يسافر جريشا إلى إيطاليا يوم 14 من مايو المقبل للمشاركة في معسكر الحكام والذي يستمر من 16 حتى 20 من ذات الشهر قبل مونديال روسيا. وفضل جهاد جريشا الاعتذار عن المباراة حتى يكون مستعدا لمعسكر إيطاليا جيدا واجتياز الاختيارات البدنية التي ستقام هناك. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم السبت أمام فريق أسبوار الكونغولي في ختام الدور الأول لبطولة إفريقيا للأندية والتي تستمر فعالياتها حتى 6 أبريل القادم. وتقام المباراة في 8 مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة، ويسعى خلالها الفريق لمواصلة عروضه القوية والتأهل في صدارة المجموعة. ومن المقرر أن تذيع قناة النادي الأهلي اللقاء على الهواء مباشرة. أبدى محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الإفريقية للكرة الطائرة رجال سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي تتلقاها اللجنة المنظمة من الجميع، مما يؤكد نجاح الأهلي في تنظيم البطولة. وأضاف الضماطي: نتلقى إشادات يومية من جميع المسؤولين والوفود والفرق المشاركة بشأن نجاح البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق بمكانة وعراقة النادي الأهلي. وأوضح الضماطي أن لجان البطولة تؤدي دورها على أكمل وجه، خاصة أنها تمتلك من الكفاءة والخبرات ما يؤهلها لذلك بعدما سبق لها نجاح لسنوات طويلة في تنظيم العديد من البطولات المميزة على كافة الأصعدة. فاز الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي على الشمس 3-0 في المباراة الختامية ببطولة الدوري أمس على صالة استاد القاهرة.
وتوج فريق سيدات الأهلي رسميا بلقب الدوري بعد فوزه على الزمالك بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الأخير مساء الاثنين الماضي. وقدمت لاعبات الأهلي أداء قويا خلال اللقاء تحت قيادة حمدي الصافي، ونجحنا في حسم لقاء الشمس بثلاثة أشواط نظيفة. فريق ماشي كويس جدا، بدأ بالبطولة العربية وبطولة أفريقيا، والحسم بتاع الدوري كان المباراة اللي فاتت، والنهاردة الاحتفالية بتاعة الفوز، ونتمنى إن شاء الله بقى كأس مصر عشان يكمل البطولة كلها بإذن الله. النادي الأهلي طول عمره مجالس بتسلم بعض، وده مجهود جميع المجالس السابقة. فريق الطايرة بنات في النادي الأهلي طول عمره من الفرق اللي بتشرفنا تاريخيا، ومن افضل الفرق اللي بتؤدي في النادي بشكل رائع، ونتمنى ليهم دوام الانتصارات. طبعا النادي الاهلي منظومه محترمه، الناس كلها اللي موجوده، اللجان بتؤدي بشكل اكتر من رائع، فيهم احترافيه باحترافيه كبيره جدا، والناس نظمت بطولات قبل كده كتيره، والحمد لله الامور ماشيه كويس. عندنا لسه بطوله الرجال قدامنا لسه اسبوع، وعندنا ان شاء الله بعديها بطوله اليد، فان شاء الله نتمنى كله يخرج بشكل يليق بالنادي الاهلي ان شاء الله. الحمد لله استمرارا لتتويج الاهلي في كل البطولات الحمد لله، وده نتاج العمل الجماعي اللي هو احنا نادي بطولات، الجينات بتاعت الفرق الرياضيه كلها من اصغر فرق لاكبرها جوه النادي متعود على كده، وده في النهايه بيبقى مد كويس جدا وبيفيد المنتخبات القوميه في النهايه، ان النادي الاهلي بيعمل الحاله الجميله دي، وده استمرارا تاني للعمل الجماعي وللتخصص الموجود كل جوه النادي الاهلي، ان كل حد عارف هو بيعمل ايه. الحمد لله ربنا كرمنا، برغم من فوزنا بالدوري انا كنت متخوف اللاعبات يعني يبقى في يعني عمليه استرخاء طبعا بعد بطوله افريقيا وكده، بس الحمد لله ادوا الغرض النهارده ان احنا نهينا الدوري الحمد لله بدون هزيمه. فوزنا بثلاث اشواط على نادي الشمس النهارده. الحمد لله يعني مجهود بذل من اللاعبات طول السيزون، ربنا توجها لينا بالثلاثيه بعد البطوله العربيه والافريقيه. بنهدي الفوز طبعا لمجلس اداره النادي بتاعنا وجمهورنا، ونقول لهم طبعا الدعم اللي مجلس اداره بيديه لنا والجمهور بيديه لنا دايما في البطولات، ان شاء الله باذن الله هيتوج ببطولات اخرى باذن الله. طبعا اللعيبه طالعه من البطوله العربيه فعلا مجهده جدا، لان هم بذلوا مجهود عالي جدا في البطوله العربيه ومعسكر الكيرف بتاعهم بينزل، احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نحافظ على على المستوى معين ان هو يأهلهم للفوز بالبطولات. احنا عارفين ان الكيرف نازل وده طبيعي جدا، والناس عارفه كده اللي هم المدربين فاهمين ان لازم الكيرف ينزل بعد اي بطوله، فاحنا بنحاول ان احنا نثبت الاحمال بتاعتنا بحيث ان اللعيبه تأدي المطلوب منها في حدود الامكانيات اللي هي تكسبنا البطولات. طبعا هي مباراه مهمه جدا، يعتبر نهائي الدوري، الحمد لله قدرنا نفوز بيه 3-0. طبعا فريق الشمس هو المنافس التقليدي بتاعنا هنا في مصر. كمان مهم بالنسبه لنا عشان احنا ان شاء الله هنقابلهم تاني الاسبوع الجاي ده، في خلال الاسبوع ده ان شاء الله سيمي فاينال الكاس، فكان مهم جدا ان احنا نقدر نخلص الماتش يعني ب 3-0 الحمد لله. طبعا هو بعد البطوله الافريقيه طبعا بيبقى حمل عالي شويه قبلها، يمكن الفرقه بتعاني شويه من التعب، بس الحمد لله كابتن حمدي قدر يعني يخلينا نتخطى الموضوع ده، والحمد لله ظهرنا بشكل كويس النهارده، واتمنى ان شاء الله في الكاس نقدر نحصده. طبعا احنا كنا حاسمين الدوري من قبل البطوله، بس احنا كنادي اهلي ما بنحبش نبقى خسرانين اي ماتش يعني في البطوله، فالحمد لله نزلنا برده مركزين عايزين ناخد الماتش عشان نبقى ان شاء الحمد لله يعني توجنا بالبطوله كامله، والحمد لله قدرنا نفوز يعني. طبعا الحمد لله احنا بنتعب قوي يعني في التمرين وكده، والمجلس على طول بيدعمنا، والجهاز ده مش مؤثر معانا خالص، فالحمد لله ان احنا قادرين نستمر في البطولات كده الحمد لله ورب دايما يعني. احنا اصلا حاسمين الدوري من ماتش الزمالك، يعني المباراه دي تحصيل حاصل، بس احنا مش متعودين ان احنا يعني عشان كسبنا الزمالك احنا خلاص حسمنا الدوري ان احنا نخسر النهارده، لا برضو عملنا محاضره وبرضو معسكرين اصلا من امبارح برضو عشان الماتش ده. اداء فرقه الشمس يعني كل بطوله برضو وكل سنه برضو احنا بنحترمها فرقه قويه وكويسه يعني، بس احنا الحمد لله برضو يعني الدوري والكاس بالنسبه لنا كل سيزون ان احنا بناخده، يعني كان هدفنا بطوله افريقيا وبطوله عربيه ان شاء الله. ناقص لنا كاس كمان يومين يعني، برضو هيبقوا ماتشين مهمين جدا، وان شاء الله نحقق الرباعيه بقى ان شاء الله.
إلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية مع الأهرام. البدري يعد لطفي بالحصول على فرصته في حراسة مرمى الأهلي. المصري اليوم برنامج خاص لتجهيز إكرامي. الوطن سبورت، الأهلي يعلن جاهزية عاشور لمواجهة طنطا. الشروق، البدري للاعبي الأهلي تحقيق رقم قياسي لا يقل أهمية عن التتويج بالبطولة. اليوم السابع، الأهلي يبحث مع الجهات الأمنية ترتيبات مباراة الترجي بدوري الأبطال. زيتو، علي معلول يصل القاهرة اليوم. رياض 24، البدري يكلف الشعلالي ببرنامج خاص للدوليين في الأهلي. في الجول، ميران الأهلي، عاشور يشارك وسعد يواصل التأهيل. الأهلي.com، فحص طبي لسعد سمير يحدد موقفه من المشاركة أمام طنطا. يورو سبورت عربية، محارب يتمسك بالاستمرار في الأهلي. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي، قدمتها لكم آية لطفي. دمتم في أمان الله.